هلا هون عندي مثال ثلاث بحكي لي يبين الجدول المجاور قيم المدخلات والمخرجات لاقتران. اول اشي مدخلي واحد، مدخلي اكس وعندي مخرجي واي. المدخلي واحد اثنين ثلاثة اربعة، المخرج سالب واحد اثنين خمسة ثمانية. اول اشي بحكي لي اوصف قاعدة الاقتران في بالكلمات. اول اشي ايش بعمل؟ كانوا يعطوني قاعدة الاقتران ويحكي لي طلعي المخرجة، ماشي. هون العكس، معطيني المدخلة ومعطيني المخرجة وبحكي لي فرجيني شو قاعدة الاقتران. أول إشي رح أجي أطلع وين؟ هلا المدخلات كل وحدة إيش بيناتهم؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة، كل واحد إيش بينه؟ واحد. المخرجات سالب واحد صارت اثنين، بينهم كم؟ ثلاث. اثنين والخمسة بينهم ثلاث، الخمسة بالثمانية بينهم ثلاث. فأول إشي رح أحكي إنه قاعدة الاقتران إني بدي أضرب إكس في ثلاث، أضرب إكس في ثلاث، أوكي؟ يعني رح أحكي إن هاي عندي إكس، أول إشي بدي أضربها في ثلاث. بعدين شو بدي أعمل؟ هلا بدي أجرب، لو ضربت إكس في ثلاث شو رح تصير؟ ثلاث. كيف الثلاث بدها تصير سالب واحد؟ ثلاث كيف تصير سالب واحد؟ بدي أطرح منها أربعة. هاي لسه بحطها تحت التجربة. هل الاثنين هاي إذا ضربتها بثلاث شو رح تصير؟ ستة. هل إذا طرحت منها أربعة رح تصير اثنين؟ ستة ناقص أربعة اثنين. إذا القاعدة هاي زبطت على أول تنتين، نجرب على الثالثة. ثلاث بثلاث تسعة ناقص أربعة خمسة، معناته القاعدة هاي صح زبطت. إذا إكس بدي أضربها أول إشي بثلاث، بعدين بدي أطرح منها أربعة. إذا العلاقة واي شو أول إشي؟ ثلاثة إكس ناقص أربعة. هلا لو أنا جبت هاي العلاقة وصرت أعوض زي ما كنت أعوض هون، أعوض مثلا قيمة إكس ناخذ أربعة مثلا. ثلاثة إكس يعني ثلاثة في أربعة ناقص أربعة. ثلاثة في أربعة كم؟ 12. ناقص أربعة كم؟ 8. 12 ناقص أربعة 8. طلع معي نفس القيمة الموجودة في الجدول ولا ما طلع معي؟ طلع معي، هي القيمة الموجودة بالجدول. إذا أنا هون لما بدي أحكي عن اقتران، يعني علاقة بتربط X في Y، علاقة بتربط X في Y. إما بعطيني العلاقة هاي جاهزة وبحكي لي أوجد المخرجة Y إذا كان عندي مثلا أي قيمة مدخلات، واحد اثنين ثلاثة عشرة مية، أو معطيني هنا زي هاي هيك، معطيني المدخلة ومعطيني المخرجة وبحكي لي أوجد العلاقة. كيف أنا أوجدت العلاقة بينهم أو قاعدة الاقتران؟ كيف أوجدت قاعدة الاقتران؟ إجيت اطلعت على المخرجات، أول إشي المدخلات بيناتهم واحد واحد واحد، جيت اطلعت على المخرجات بيناتهم كم؟ ثلاث 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 ثلاث. فحكيت رح أضرب الإكس في ثلاث، جربت ضربت الإكس في ثلاث، جربت ضربت الإكس في ثلاث، بس أنا كيف هاي لما ضربتها في ثلاث أنا بديها تطلع بالآخر واي؟ كيف طلعت لي سالب واحد؟ ثلاث كيف بتصير سالب واحد؟ إذا طرحت منها أربعة. هاي لما ضربتها في ثلاث شو صارت؟ ستة. كيف بديها تصير اثنين؟ بدي أطرح منها أربعة. لما ضربت هاي في ثلاث صارت تسعة، أنا بديها تصير خمسة، طرحت أربعة. إذا طلعت عندي القاعدة إنها إكس أول مرة بدي أضربها في ثلاث، بعدين بدي أطرح منها أربعة. فإجيت شو حكيت؟ إنها واي شو بتساوي؟ ثلاثة إكس ناقص أربعة، ثلاثة إكس ناقص أربعة. هلا هاي العلاقة أو قاعدة الاقتران لو أنا إجيت وعوضت فيها كل قيم المدخلات إكس، لازم تطلع لي واي نفس هاي، نفس الموجودة في الجدول. هيك يا سابع بنكون حكينا عن الاقترانات، درس مهم وممتع وحلو، ويعطيكم العافية يا سابع.